عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة دائرية بخيط السلسلة، بسيطة جدا وسهلة وسريعة، وكمان مش هتاخد معانا خيط، فتكلفتها هتكون قليلة جدا. يلا ان شاء الله نشوف ان هنعمل الشنطة دي ازاي وايه الخامات اللي احنا محتاجينها. الحاجات اللي هنحتاجها عشان نشتغل الشنطة دي ان شاء الله، هنحتاج اولا حزام جلد دوت من اللي هو بتاع الكتف، كمان هنحتاج حلقتين سهلة الفتح عشان نركب الحزام في جسم الشنطة، وهنحتاج قفل من اللي بيتخيط، وبادج، ودبوس علامات، وإبرة تشطيب. وهنستخدم خيط سلسلة، هنستخدم منه 500 جرام، ولكن خيط السلسلة ده مختلف شوية. أنا عايزة أشرح لكم إيه الفرق في ما بينه وما بين خيط السلسلة الباقي. الخيط دوت تحس إنه قلبه خفيف، قلبه من جوه فاضي، وزنه خفيف جدا. يعني الشنطه دي هتاخد 500 جرام، وانا بعد كده يعني هقيسلكوا الشنطه هقول لكم هي مقاسها كام. هي مش شنطه صغيره، واخدت 500 جرام بس من الخيط دوت، مع اني انا قبل كده عملت شنطه صغننه خالص وتقريبا اخدت 450 جرام. ف الخيط دوت مستو ان هو وزنه خفيف، فالشنطه كلها هتحتاج 500 جرام بس. اول حاجه هبدا اشتغلها، هشتغل الجنب بتاع الشنطه اللي هو زي دوت بالظبط. طبعا الشنطه ليها جنبين، جنب دائري، جنبين دائريين، والجنب الثالث اللي هو بيبقى الوصله بين الجنبين. اول حاجه هشتغلها هشتغل الجنب دوت. هبدا اشتغل، انا بشتغل بطرفين خيط مش بطرف واحد. طرف منهم عباره عن سلسله، السلسله دي بشتغل عليها عشان تدعم الشغل وتخليه ناشف يعني. فهبدا اعمل سلسله بالشكل ده، وهشتغل سلسلة. كام سلسلة هشتغل يعني مسافة مثلا متر، وبعد كده لما احتاج، انا مش بقص طرف الخيط ولا حاجة، انا هشتغل متر وهسيب طرف الخيط معايا عادي، وهشتغل من الطرف ده كده ابدأ اشتغل عليه، وكل ما اوصل للطرف ولاقي نفسي محتاجة كمان سلسلة اشتغل، عشان يعني هناخد منه مسافة ومش هنبقى عارفين الطول قد ايه، ومش عايزين برضو نقص الخيط ونلاقي نفسنا احتاجنا تاني فنضطر نوصل تاني. فانا هشتغل شوية سلسلة، انا هكمل عادي يعني، انا اهم حاجة عندي البداية بالشكل دوت. وهبدا دلوقتي اشتغل الدايره بتاعه الجنب، دايره سحريه بالشكل ده، وهاخد الخيط بالشكل دوت، وهقفل الدايره السحريه دي بغرزه السلسله. الجنب ده كله هشتغله بغرزه النص عمود. طيب بغرزه النص عمود، بس مش نص عمود عادي، لا هشتغل نص عمود في الحلقه الخلفيه عشان يدينا الشكل دوت اهوت، الطرف ده يبقى باين كده ويدينا الشكل الحلزوني دوت في الشغل. هعمل ايه دلوقتي؟ هثبت السلسله ديت في الاول خالص، لازم اثبت طرفها عشان ما تتزحلقش وتلاقيها سايبه كذا غرزه، وبعد كده نلاقي اول غرزتين مش داخله فيهم. طبعا مع الشد والشغل ممكن تتحرك، فانا بثبتها في اول غرزه. دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب السلسله بالشكل ده، هحطها كده على الحلقه اللي انا بشتغل في قلبيها، تمام. هدخل كده بالإبرة في أول غرزة وأدخل في الحلقة، وبعد كده أخد الخيط وأعمل غرزة حشو. أنا قلت لكم إن أنا هشتغل بغرزة نص عمود، ولكن أول غرزة بس هشتغلها حشو عشان أنا هشتغل حلزوني، فعايزة أول غرزة ما يكونش ليها ارتفاع عشان لما أوصل لها أعرف أشتغل حلزوني، ما يكونش فيه ارتفاع هنا ولا أي فرق ما بين السطور باين. فأول غرزة بس هشتغلها حشو، وبعد كده هكمل 11 نص عمود عشان يبقى السطر الأول فيه 12 غرزة. هاخد لفه كده وادخل اهو غرزه السلسله ديت معايا، او سطر السلسله ده اهو معايا بشتغل عليه كده. 2 هكمل ال 12 غرزه بس بنص عمود، 3 4 5 6 الحلقة وسعت معايا هشدها ضيقها، وأكمل 7 8 9
10، هضيق الحلقة، وكمان هشد السلسلة اللي انا عاملاها بشتغل عليها. طبعا انا مثبتة طرفها، فلو شديت مش هتفلت معايا ولا اي حاجة بالشكل دوت. باقي غرزتين هشتغلهم، 11، مش عايزة الغرز تبقى مركبة على بعضها في السطر الاول، هنا عايزاهم يبقوا جنب بعض، 12 كده. خلاص السطر الاول خلص، دلوقتي انا داخله على السطر التاني، فهعمل ايه؟ هشتغل وهعلم اول غرزة في السطر بعد كده. دي اول غرزة ايه اشتغلتها، غرزة الحشو. طبعا لو احنا مش هنعرفها برضو نحط فيها اول ما نعملها دبوس العلامات، هنشتغل فيها اول غرزة. السطر الاول هنشتغل كله تزايد في كل الغرز، يعني ال 12 غرزة دول في نهاية السطر هيبقوا 24 غرزة، لان هشتغل في كل غرزة غرزتين. هاخد لفة، طبعا طرف الخيط ده وطرف الخيط ده هاخدهم معايا اشتغل عليهم عشان اقفلهم. هاخد لفة وادخل في الحلقة الخلفية بس، وطبعا دول معايا اهم هشتغل عليهم. واحد، ده اول غرزة في السطر هعلمها بدبوس العلامات. اتنين، هشد سلسلة، اتنين في نفس الغرزة اهو، هاخد لفة واشتغل في الغرزة اللي بعديها كمان غرزتين نص عمود. طبعا كل ما اشتغل 3 4 غرز اشد السلسلة ديت، عشان هي اصلا خشنة ومعرجة، فممكن تخليها يعني تلم وتكشكش عندنا، هتبان في الظهر ان هي في جزء منها مكشكش ورا وموجود، فانا كل ما اشد كده اشد الزياده اللي فيها. برضه هشتغل في كل الغرز لحد ما اوصل للغرزه اللي فيها دبوس العلامات، غرزتين بس في الحلقه الخلفيه، بس غرزتين نص عمود في الحلقه الخلفيه. طبعا الخرم اللي بتعمله الغرزه اللي احنا بنشتغل فيها دوت، برضه لما بنشد السلسله كده ديت بتلم معانا، هوريكم ازاي. بس لما اخلص السطر ده كله هخلصه لحد ما اوصل لدبوس العلامات في كل غرزة غرزتين. ده السطر الاول كده خلاص خلص، او السطر التاني. دلوقتي هشيل دبوس العلامات وهشتغل السطر اللي بعده. نمط التزايد فيه هيكون التزايد في الحلقة في سوري في الغرزة التانية، يعني غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد. هبدأ اشتغل كده، اول غرزة اهي بدون تزايد بشتغلها في الحلقة الخلفية بس. حلقة فيها تزايد، يبقى كده التزايد في الغرزة التانية، غرزة فيها ما فيهاش تزايد وغرزة فيها تزايد. دي غرزة اشتغل فيها غرزتين يعني تزايد. بقى انا اشتغلت كام غرزة كده عشان ألم الشغل واظبطه. هكمل برضو بقية السطر كله، انا نسيت احط العلامة دبوس العلامات، لكن انا هحطه المفروض نحطه في اول غرزة نشتغلها عشان ما نتلخبطش. يعني انا ممكن اعرفها ازاي؟ هشوف الغرز اللي فيها اتنين 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 اتنين، اول غرزة فيها واحدة هي دي، يبقى هي دي اللي هحط فيها دبوس العلامات. انا هكمل السطر كله لحد ما اوصل لدبوس العلامات وارجع اوريكم السطر التالت نمط الزياده فيه ازاي. كده السطر خلص اهو، عشان ابقى متاكده ان انا ماشيه صح لازم اخر غرزه في السطر تنتهي تزايد. لو ما انتهتش تزايد يبقى احنا اكيد اتلخبطنا في اي غرزه من الغرز دي. لو السلسله زي ما احنا شايفين كده ابتدت تقرب تخلص، نكمل عليها نشتغل. برضو هشتغل مسافه كده، وكل ما احتاج ازود أو ممكن أشتغل مسافة حبة أكتر يعني، وبعد كده إيه بحيث تكفينا فترة يعني.
الفترة اللي بعد كده برضو هنشتغل تزايد، ولكن التزايد بدل ما هو في تاني غرزة هيبقى التزايد في تالت غرزة، وده نمط الزيادة اللي احنا هنتبعه بعد كده. كل سطر بيزيد واحد، يعني التزايد بتأخر غرزة، يعني تاني سطر كان التزايد في كل الغرز، تالت سطر كان التزايد في تاني غرزة، السطر التالت زي ما احنا شايفين هيبقى في تالت غرزة، الرابع هيبقى في رابع غرزة، الخامس هيبقى في خامس غرزة. يعني ايه في خامس غرزة؟ هنشتغل يعني 4 غرز والخمسة نزود فيها، نشتغل 4 غرز والخمسة نزود فيها، نشتغل 3 غرز والرابعة نزود فيها. هنشتغل بنفس نمط التزايد لحد ما نوصل للتزايد في 7 غرزة، يعني 6 غرز بدون تزايد والسبعة نزود فيها. هنفضل كل ما نوصل عند بوص العلامات نزود غرزة من الغرز اللي ما بنزود، اللي هي غرزة اللي هي ما فيهاش تزويد. يعني الأول السطر ده كان غرزة فيها تزايد وغرزة ما فيهاش تزايد، بنبدأ الأول باللي هو مش تزايد، يعني غرزة ما فيهاش تزايد وغرزة تزايد. السطر اللي بعد كده هيبقى غرزتين بدون تزايد وغرزة فيها تزايد، وهنفضل نكمل لحد ما نوصل للسطر اللي فيه 6 غرز بدون تزايد وغرزة فيها تزايد، يعني التزايد هيبقى في الغرزة السابعة. زي ما انتوا شايفين كده أنا خلصت التزايد، أهو خلصت الدايرة، وصلت الأهو اللي يكون عندنا. بصوا 1 2 3 4 5 6 غرز اهو بدون تزايد، والتزايد اهو في الغرزة السابعة. دلوقتي هعمل ايه؟ هبدأ اشتغل الايد، الجزء بتاع الايد. انا شغالة سلسال اهو كتير عشان نشتغل عليه. اجيبه قدامي كده عشان ما تلخبطش، وهبدأ اشتغل الايد. الايد هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 50 غرزة سلسلة، هشتغلهم بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هكمل 50 غرزة بالشكل ده. كده انا اشتغلت 50 غرزة سلسلة، وكمان عديت من السلسلة اللي انا بشتغل عليها 50 غرزة، عشان انا عايزة اسيبهم مع بعض بالشكل ده، هنشتغل عليهم ويعملوا لنا الايد بتاعة الشنطة. دلوقتي هعد، هشيل دبوس العلامات. دبوس العلامات ده أول غرزة في السطر، هعد 20 غرزة وأثبت في الغرزة 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. الغرزة 21 أهي، أنا هعد الخيط كده وهدخل في الغرزة 51 من السلسلة اللي أنا كنت بشتغل عليها، اللي هي تعتبر الدعامة بتاعة الشنطة اللي كانت ماشية في قلب الشغل. عشان اشتغل نص عمود هدخل في الشنطة في الجنب قصدي بتاع الدايرة، وفي السلسلة بتاعة الدعامة، وهعمل نص عمود. طب أنا دلوقتي خلاص عرفت اهو، حددت ان ده دراع الشنطة بالشكل ده. عايز اعرف التزايد انا هزود ازاي في بقية السطر. المفروض ان انا كنت هشتغل السطر دوت اللي هو السطر الثامن، كنت هشتغل 7 غرز بدون تزايد والتامنة فيها تزايد، يعني كانت تزايد في الغرزة التامنة. هعد كده 1 2 3 4 5 6 7، ودي فيها تزايد. 1 2 3 4 5 6 7، والتامنة تزايد. 1 2 3 4 5 6 7، والتامنة فيها تزايد، يعني هشتغل كمان غرزتين يبقوا 3 غرز، وفي التامنة هشتغل تزايد، يعني فاضلي غرزتين كمان بدون تزايد. هما ما اتلخبطت واشتغلت على حلقتين سوا، وانا بشتغل على الحلقة الخلفية بس، عشان كده هفك اول غرزة تاني اهو، هاخد الخيط كده وبعد كده هدخل هنا وادخل في الايد بتاعة الشنطة او في الدعامة اسفة، وهعمل نص عمود. وهكمل 2 3، تمام ده الشكل اهو. بعد كده هعمل تزايد، يبقى السطر ده انا بشتغل التزايد في الحلقة التامنة اهو. يبقى 1 برضو هشد بالشكل ده، السلسلة انا مثبتاها خلاص فمش هيعمل لي مشكلة، يعني انا لو حبيت اسحب كده ممكن يسحب عندي السلسلة اللي انا سايباها للايد، عشان كده ثبت اول غرزة.
اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة. والتزايد في الحلقة التامنة، الحلقة التالتة دي هشتغل فيها تزايد. دي واحد اتنين، وهكرر نفس الخطوة تاني، تزايد في الحلقة التامنة، وهكرر لحد ما اوصل لأول غرزة تاني في السطر أو آخر غرزة في السطر اللي هي ديت، وبعد كده نرجع نشتغل على الإيد. كده خلص السطر معايا اهو بالشكل ده، وبرضو خلص معايا آخر غرزة، غرزة التامنة تزايد. دلوقتي هعمل ايه؟ هفك السلسال كده لحد اخر غرزة بالشكل ده، وبعد كده هسحب الخيط عشان خلاص انا مش عايزة سلسال اللي هو ماشي في قلب الشغل، وهبدأ اشتغل على، انا هقص بس دوت، هلسعه كده بولاعة، دلوقتي هبدأ اشتغل على الجزء دوت، السلسلين دول مع بعض هشتغل 50 غرزة نص عمود. دراع بالشكل ده كده انا اشتغلته، انا اتلخبطت وقلت لكم ان انا هشتغله بغرزة النص عمود، وانا اشتغلته بغرزة الحشو، لان غرزة النص عمود عالية شوية من الجزء دوت، فبتكون عاملة ارتفاع عن الحبل. اشتغلت كمان 60 غرزة بدل 50، لاني حسيت انها مفرغة، فال60 غرزة لقيتهم غطوا السلسلة وعطوا شكل كويس للدراع اكتر يعني. دلوقتي هعمل الطرف دوت اهو، انا ما قفلتوش، انا سحبته على طول، وهدككه كده في ابرة التشطيب، وهمشيه في قلب، هدخل كده في الغرزة اللي بعديها على طول بالشكل ده عشان اسحبه لجوه لتحت، وبعد كده همشي كده في قلب السطر عشان اشطب البواقي بتاعة الخيط يعني. هطلعه من ناحية الظهر، وبعد كده هقصه والسعه على الطرفة خالص. كده كده الجزئين الاتنين خلصوا بتاع الدايرة اهو، ده الجزء التاني برضو مشغول بغرزة الحشو اهو على الدراع، نفس الشيء بالظبط. دلوقتي جه الدور ان انا اعمل القاعدة. دلوقتي هبدأ اشتغل الجنب او الجزء اللي بيتشغل في جنب الشنطة اللي بيديها العمق بتاعها او السمك بتاعها الجانبي. هبدأ اشتغل 8 غرز سلسلة، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هلف الشغل بالشكل ده، انا عايزة الفتلة اللي بتبقى في ظهر السلسلة ديت اللي هي بارزة دي، هي دي اللي هشتغل عليها. هسيب اول غرزة وهشتغل في الغرزة التانية، هدخل كده في قلب الفتلة وهشتغل غرزة حشو. دي اول غرزة، هشتغل كمان 6 غرز عشان يبقى عندي 7 غرز حشو، اتنين تلاتة، هاخد معايا الفتلة دي عشان اقفل عليها، اربعة خمسة ستة سبعة غرز حشو.
بالشكل ده كده السطر عندنا، السطر التاني وكل السطور اللي جاية هشتغلها بنفس النمط كده. انا بعمل غرزة سلسلة واحدة، بلف الشغل، بسيب اول غرزة وبشتغل في الغرزة التانية حشو، لاني بعتبر غرزة السلسلة اللي انا عملتها ديت هي مكان اول غرزة. اتنين، هكمل لحد ما اوصل لاخر غرزة اللي هي غرزة سلسلة الارتفاع، برضو بشتغل فوقيها غرزة. تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، والغرزة السابعة اللي هي بشتغلها فوق غرزة سلسلة الارتفاع. ليه بشتغل فوق غرزة سلسلة الارتفاع؟ لأني أنا أصلا معتبراها غرزة من الأول وسبت لها مكانها غرزة، فعشان كده لازم لما أوصل فوقيها أشتغل غرزة بالشكل ده، وأرجع أعمل غرزة سلسلة ارتفاع، أسيب أول غرزة وأشتغل في التانية حشو. تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، ودي شكل غرزة سلسلة الارتفاع اهي. هدخل في قلبيها كده واشتغل الغرزة السابعة. انا كده اشتغلت ثلاث سطور. انا عايزة كام سطر عشان الف الجنب كله بتاع الشنطة؟ عايزة 82 سطر. فانا هشتغل 82 سطر فوق بعض بنفس غرزة الحشو عشان اعمل الجنب بتاع الشنطة، وارجع نقفلهم مع بعض ان شاء الله بالشكل ده كده. انا خلصت الجنب اهو 82. بصوا انا بعدهم ازاي. بصوا كل خط من دولت، طبعا دول باينين اهم ان هما سطرين. لو قلبنا كده هيبان ان الخط تحت بعد اول سطر. انا هاجي في الجنب اللي هو الخط بعد السطرين وهعد كده كل اتنين من دولت، كل خط من دولت سطرين، يبقى كده 4 6 8 10 12، واكمل للاخر هيطلعوا معايا 82 سطر. دلوقتي اخر غرزة هي انا هقفلها، مش هقفلها كده، انا هسحب الخيط على طول. انا سبت طبعا مسافة من الخيط عشان اقفل بيها جنب الشنطة بالشكل ده. هجيب جنب الشنطة كده. طب انا عرفت منين ان انا عايزة 82 سطر؟ انا عندي 82 غرزة من اول هنا لحد الجنب التاني. هدخل في الطرف اللي ناحية ظهر الشنطة بالشكل ده، وبعد كده اعدي للغرزة اللي جنبها على طول. وبعد كده ادخل في السطر التاني، لان الغرزة الاولانية قصاد السطر الاول تبقى الغرزة التانية قصاد السطر التاني. ادخل من فوق. ليه بدخل من فوق وانا في الجنب دوت؟ عشان انا عايزة الغرز كلها او الطرف ده كله يبقى ناحية جوه الشنطة، وعايزة السلسلة دي تبقى بره. عشان كده على طول لما اجي اشتغل على السلسلة دي ادخل من تحت. هدخل طبعا في الغرزة التالتة كده، وعدي الغرزة اللي جنبها، وبعد كده ادخل في السطر دوت بس من فوق. بعد كده انقل للغرزة اللي بعدها. واشد اول باول عشان ما تهويش معايا والاقي في الاخر عندي غرزة مهوية في الاخر. كده هدخل في الغرزة اللي جنبها، وبعد كده في السطر بتاعها بس من فوق، واتنقل للغرزة اللي بعدها من تحت. هكمل انا بقى بنفس الشكل كده لحد هلاقي اخر سطر مع اخر غرزة، وبرضو اخيط الجنب التاني في جنب الشنطة المدور التاني، وبرضو يعني اكون مراعية فكرة ان وش الشنطة لازم هو يبقى ناحية بره عشان ما تلخبطش والاقي نفسي في الاخر مخيطة الوش ناحية قلب الشنطة. ركبت دراع الشنطة وخيطت الابزينة بخيط اسود عادي، وممكن احنا لو حابين نستخدم خيط السلسلة هو اصلا بيكر، ممكن ان احنا نكر حتة ونخيط بيها، نلضمها في ابره عاديه ونخيط بيها عادي الكليبس. والشنطه زي ما احنا شايفينها كده 30 سنتي اهي، وكمان حجمها كبير، والخيط دوت مستو ان هو خفيف. انا تقريبا جبت منه كيلو عمل 8 شلات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبتكم الشنطه ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. سلام عليكم.